وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. نرحب بك سعادة المهندس في نشرة الثالثة، ونهنئكم بالطبع بهذه المناسبة، ونهنئ جميع المهندسين في القطاع العام والخاص. بداية نود منكم يعني أن تطلعون على الأهمية التي يمثلها هذا اليوم، يوم المهندس البحريني. شكرا أخي العزيز على استضافتنا. الله يطول لي عمرك. طبعا في البداية اسمح لي أن أنتهز هذه الفرصة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لجميع المهندسين والمهندسات العاملين في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، وأوجه تهنئة خاصة لمهندسينا في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وأتمنى لهم جميعا المزيد من الإبداع والإنجاز والتميز في الميادين الهندسية. طبعا أخي العزيز، الحقيقة المهندس البحريني اليوم أثبت جدارته واقتداره في كافة التخصصات التنموية ومختلف القطاعات، وترك أيضا بصمة واضحة في المسيرة التنموية الشاملة تشهدها مملكتنا الغالية. طبعا تخصيص يوم خاص للمهندس البحريني في السنة للاحتفال فيه يأتي أمانة تقديرا وعرفانا لدور المهندس، وأيضا يضع على عاتقنا جميعا كمهندسين أن نستمر في العمل من أجل رفع اسم مملكتنا الغالية عاليا، والبناء على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات وطنية. نعم سعادة المهندس، أيضا لو تحدثنا عن مهندسي هيئة التخطيط العمراني، ويعني ما هو دورهم في رفض مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين. جزاك الله خير. طبعا في البداية أود أن أبين أن يعني نسبة المهندسين في الكادر الوظيفي بشكل عام في هيئة التخطيط والتطوير العمراني يفوق 50%. طبعا التخصصات الهندسية متنوعة في الهيئة، بين مهندسين معماريين، مهندسين مدنيين، وأيضا مهندسين متخصصين في التخطيط والتطوير العمراني، وهم كلهم طول العمر يساهمون في إعداد المخططات الوطنية ومراجعة المخططات الخاصة أيضا، وكذلك إعداد خرائط البنية التحتية وشبكات النقل والطرق ومعاينة الرسوم الهندسية والتأكد من مطابقتها مع الاشتراطات الفنية والاشتراطات التنظيمية للتعمير اللي صدرتها الهيئة لاحقا، بالإضافة إلى إعداد وتطوير الدراسات اللي تتعلق بمشاريع التجديد الحضري في مملكة البحرين، وأيضا إعداد التصاميم والأفكار الأولية للمشاريع والرسومات التفصيلية الخاصة بالعقود. دورهم الله يسلمك مشترك ومتكامل فيما بينهم في جميع التخصصات. الحقيقة أحب أن أنتهز هذه الفرصة اليوم من أجل التعبير عن مدى فخري واعتزازي بالعمل مع هذا الفريق المتميز من المهندسين في الهيئة، وأحيي فيهم بكل أمانة حب الإنجاز والتحدي ومساعيهم المستمرة والدؤوبة وطموحهم العالي في تحقيق المزيد من أجل الوطن والمواطنين ورقي الوطن بشكل عام. إحنا في الهيئة طال عمرك نؤمن بأن بأهمية الاستثمار في الكادر البشري، لذلك نحرص على تعزيز المهارات تنمية القدرات اللي يملكها المهندسين من خلال الدورات التدريبية ورش العمل المستمرة، وذلك لمواكبة التطور العمراني وأحدث التوجهات في هذا المجال. ونعمل أيضا على نقل المعرفة والخبرة بين المهندسين في مختلف تخصصاتهم من أجل الحفاظ على الخبرات الفنية واستدامتها والقدرات أيضا المتميزة، والحرص على تدويرها لرفع الكفاءة وتحسين جودة العمل بشكل مستمر من أجل تطوير مملكتنا الغالية. نعم بالطبع، نجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة سعادة المهندس أحمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. شكرا لك على هذه المداخلة.